ما قدرتش. السلام عليكم وضاح، معكم اسماعيل بلجلالية. في الانستيتيو فرونسي اون فوا كنت نمشي وتلاقيت افيشاج كيما هكا، كانوا يحوسوا على المخرجين ولا مسابقه على الاخر الافلام القصيره اللي نسجلوها بالتليفون بورتابل ولا بكاميرا دو بوش. اي سا مانتريغي. اي ابخي درت الاخر الفيلم تاعي الخطره الاولى، درته غوسومبلونس او كوانسيدونس يسموه، سبع دقائق. كلاسيت الثالث في الانستيتيو فرونسي. نحوس على ايكول، مالوروزمون في الجزائر ما تلاقيتش ايكول اللي يدير الاخر لا رياليزاسيون ومتمكنين في لا رياليزاسيون. كملت الدراسة تاعي هنا في باريس في باري، والحمد لله خرجت ابري دو زون، بعد عامين درت الاخر تخصص اخراج وسيناريو. فيلم الوثائقي الاخير تاعي اللي درته اون 2020 كان شوية صعيب. اون بلوس دو سا كان الحديث ساعة على خاطر يحكي على الحرقة، يحكي على الهجرة الغير شرعية. 4 سبتمبر 2016 هجرت أنا من لبنان. دوكيمونتير فيلميته لا 90% فيلميته بالتليفون بورتابل، باسكو علاش؟ التليفون بورتابل سي وسيلة زاجية، سي تكنولوجيا ما شاء الله. ميم لا كاميرا بداو يتحسنوا في الاخر في لا كاليتي، سواء في لا كاليتي تاع لا كاميرا وسواء في لا ستابيليزاسيون، سورتو في ستابيليزاسيون. بالتليفون تاعي درت ان دوكيمونتير. سي فغي الواحد ينجم دروك يرياليزي دي غرون فيلم يشارك بهم في اي مهرجان عالمي. انا شاركت ديجا في الاخر الفيلم تاعي شاركت به في مهرجانات عالميه، من بينها لندن ليفت اوف، من بينها مونريال في كندا. شكرا وضع على هذا اللقاء، نتمنى لكم التوفيق والاستمرار.